بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا المجلس، ونعود إلى شرح كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى وبارك في عمره. وكنا قد توقفنا في الحديث عن مصادر التفسير، وتحديدا عند المصدر الرابع من مصادر التفسير وهو الإسرائيليات. والإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير من المصادر المشكلة ومن المصادر التي يعني تعرض لها الناس أحيانا بالنقد وأحيانا بالأخذ والرد، فسنتعرض إن شاء الله تعالى لهذا المبحث بشيء من التفصيل والبيان لكي نتبين هل الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير أم الإسرائيليات لا تعد من مصادر التفسير. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: تفسير القرآن بالإسرائيليات. أولا، تعريف تفسير القرآن بالإسرائيليات. قال: تعريف الإسرائيليات: كل ما أخذه العلماء عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، من أخبار. كل ما أخذه المفسرون عن بني إسرائيل اليهود والنصارى من أخبار. وكما قلنا نرجع فنقول إن إحنا إنما نتحدث عن الإيه؟ نتحدث عن التفسير، يعني نتحدث عن المعاني، فما يتعلق ببحثنا إنما هو ما يتعلق بمعاني القرآن الكريم. إحنا مالناش دخل هم أخذوا منهم إيه تاني، ده مالناش دخل به. لكن الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير، يعني كمصدر من مصادر المعاني، كدليل من أدلة المعاني، من أدلة الإيه؟ من أدلة المعاني. فهو يقول: الإسرائيليات كل ما أخذه المفسرون عن بني إسرائيل اليهود والنصارى من أخبار، يعني فيما يتعلق بالمعنى، يعني فيما يتعلق بالمعنى. فلو أخذ المفسر عن بني إسرائيل شيء لا يتعلق بالمعنى فلا دخل لنا به، يعني ليس هذا هو مجال الحديث الآن، ليس هذا هو مجال الحديث الآن. قال حفظه الله تعالى: المقصود والنسبة فيها إلى إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإسرائيل هو لقب يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. قال: المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات الاستفادة من مرويات بني إسرائيل في بيان بعض المعاني الواردة في أخبار القرآن أو ما يتعلق بها، وسيأتي إن شاء الله تعالى المعاني التي استفادها أهل التفسير من الإسرائيليات، لأنها لا تختصر فقط على بيان المعنى، ممكن بيان المعنى وما يتعلق به كما يقول الشيخ، كترجيح، كبيان محتمل، كبيان مبهم، وسيأتي إن شاء الله الأمثلة أو التمثيل لذلك قريبا. قال: والمراد بالاستفادة من مرويات بني إسرائيل أن يرجع المفسر إلى مروياتهم المكتوبة، أو أن يسأل علماءهم عنها، أو أن يسأل علماءهم عنها. خلوا بالكم يا إخواني، الوقت الإسرائيليات في الأصل، طبعا الإسرائيليات إذا رويت عن السلف ديت تسمى إسرائيليات، لكن قد يرجع المفسر بنفسه إلى التوراة أو إلى الإنجيل، قد يرجع المفسر بنفسه إلى التوراة أو الإنجيل. زي مين؟ زي الطاهر بن عاشور مثلا رحمه الله تعالى. الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يرجع مباشرة إلى كتب أهل الكتاب، فهل هذا من باب تفسير القرآن بالإسرائيليات ولا لا؟ أيوه، هو من باب تفسير القرآن بالإسرائيليات. يبقى لا يلزم أن يكون تفسير القرآن بالإسرائيليات
يعني الإسرائيليات التي رويت عن مين؟ عن السلف، لأن هي ديت النسبة الأكبر في كتب التفسير، الإسرائيليات التي رويت عن السلف، تمام كده؟ الإسرائيليات التي رويت عن السلف. لكن لو رجع المفسر بنفسه إلى كتاب من كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل ونحو ذلك، هل هذا يعد من تفسير القرآن بالإسرائيليات؟ نعم. هل هذا فعله بعض أهل التفسير؟ نعم، فعله بعض أهل التفسير، قال حفظه الله تعالى: وقولي في بيان بعض المعاني الواردة في أخبار القرآن فيه أمران: الأول أن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني، والثاني أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف أو قد يختلف تحديد معناها المراد باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمه، وسيظهر من خلال الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين. يعني هو يريد الشيخ أن هو يقول في هذا الأمر، يريد أن يقول إنه الأغلب أو أغلب استفادة المفسرين كانت على في جانب القصص القرآني، أو في بيان بعض المحتملات. يعني مثلا لو ضربنا مثال سريع بس عشان نتبين الفكرة، يعني في قول في قصة داود عليه الصلاة والسلام، وديت من أشهر الإسرائيليات ومن أكثرها إشكالاً أيضاً، في قصة داود عليه الصلاة والسلام في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآية. لو إحنا ما فسرناش القرآن، عفواً القصة ديت بما روي عن بني إسرائيل، ستبقى القصة مبهمة محتملة لمعاني كثيرة. بعض الناس يقولوا إن خطأ داود عليه الصلاة والسلام إنما تعلق بالحكم بين الخصمين، وهذا يقوله بعض أهل العصر، يقوله بعض المعاصرين، يقولوا هذا الأمر إنما الغلط من داود عليه الصلاة والسلام، أو الخطأ اللي حصل من داود عليه الصلاة والسلام، هو ما يتعلق به إنه هو ما سمعش من الطرف الثاني زي ما بقول. وهذا غاية في الضعف وغاية في الخطأ، لأن ما فيش حد من السلف فسر أصلا القصة بغير ما ورد من أخبار بني إسرائيل. وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك، لكن أنا بس أحببت أن أنا أنبهكم إلى أن بعض القصص المجملة في القرآن الكريم قد يختلف معناها المراد باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من إيه؟ من عدم. بل في قصة أيضا في سورة صاد، في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، في قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه القصة لو إحنا ما فسرناهاش بما روي عن بني إسرائيل من معاني، لو إحنا لم نفسرها بما روي عن بني إسرائيل من معاني، هنفسرها بإيه؟ يعني هنفسرها بإيه؟ لو إحنا بصينا لتفسير التفاسير اللي موجودة، هنلاقي إن كل السلف، فسروا القصة دي بما ورد في الإسرائيليات. لعند القرن فين الإمام الثعلبي رحمه الله تعالى في الكشف والبيان، القرن الثالث تقريبا، الإمام الثعلبي رحمه الله تعالى أو القرن الرابع، الإمام الثعلبي رحمه الله تعالى فسر هذه القصة بما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، الحديث المشهور. لو إحنا رجعنا، البخاري نفسه رحمه الله فسر الجسد بالشيطان، قال: ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، قال البخاري شيطانا، ومع ذلك السلف كلهم طبعا فسروه بكده، فسروه بالإسرائيليات. لعند ما جيت الثعلبي رحمه الله، تعالى، وفسره بأنه زي ما الأخت بتقول كده، إنه له ابن غير مكتمل الخلقة، اللي هو إيه، اللي هو في الحديث اللي أنا قلته. ومع ذلك ده خطأ، يعني هذا خطأ. ليه؟ لأنه مخالف لما اتفق عليه السلف قبل ذلك. بل إن البخاري كما قلت لكم، مع إنه هو اللي روى الحديث، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء، ولم يروه في كتاب التفسير في تفسير سورة صاد، مما يدل أن البخاري رضي الله عنه ورحمه أراد تفسير الجسد بما ورد فين؟ في الإسرائيليين. معايا مولانا؟ ماشي، صح.
وقولي أو ما يتعلق بها، أي من الأمور التي تتعلق بالقصة كسبب القصة الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآن، أو تعيين بعض المبهمات التي لا يضر الجهل بها، أو غير ذلك مما له مما لا علاقة له ببيان المعنى. أحلكم بس على مقال جميل للأستاذ خليل يماني، الدكتور خليل يماني، في قول الله عز وجل في سورة طه، هو يتعلق بالمعنى اللي قبل ده اللي هو قول الشيخ بيان بعض المعاني الواردة في القصص، إن بعض القصص المجملة قد يختلف معناها المراد باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمه. في قول الله سبحانه وتعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، في قصة السامري وموسى صلوات الله وسلامه عليه، في قصة السامري وموسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه. هذه الآية ستبقى مغلقة لو إحنا ما فسرناهاش بالإسرائيلي، يعني لن نعرف معنى هذه الآية إلا عن طريق الإسرائيليات. وسيأتي إن شاء الله تعالى كما قلت لكم بعض هذه الأشياء. سؤالك لسه بدر يا دكتور مصطفى، والدكتور مصطفى بيقول: هل فهم الصحابة هذه القصص من خلال الإسرائيليات، أو هل أوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم معناها من خلال الإسرائيليات؟ حاضر، هو أصلا الدرس دايما أنت كده بتستعجل، هو الدرس أصلا علشان كده لسه ما جاوبناش، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهو الدرس أصلا علشان يجاوب على السؤال بتاعك ده. قال: ثانيا، وجه اعتبار الإسرائيليات مصدرا للتفسير. هو بدأ يقول ما الحجة، الشيخ بيقول هنا ما الحجة التي تجعلنا نقول إن الإسرائيليات مصدر من مصادر الإيه؟ مصدر من مصادر التفسير. قال: وقبل تقرير وجه اعتبار الإسرائيليات مصدرا للتفسير، لا بد من التقديم بعض الحقائق العلمية المهمة التي من حقها أن يقدم بها فصل مصادر التفسير بعامة، وهي أن مصادر التفسير هي ما استقي من خلالها المعاني القرآن. فحديثنا عن المصادر له جانب تاريخي ووصفي، والحديث فيه عما وجد عند مفسر السلف من مصادر أعملوها واستفادوا منها في تفسير القرآن، وليس للمتأخر أن يخترع مصادر جديدة لفهم القرآن من غير ما فهم به السلف القرآن واكتفوا به. يعني الكلام ده هو يقول الشيخ، أو يريد الشيخ أن هو يقول أن مصادر التفسير ده هي إحنا أصلا بالأساس منين أخذنا مصادر التفسير، يعني منين، إيه هي الاستمداد اللي بيسموه الاستمداد، استمداد علم، استمداد مصادر التفسير دي عرفناه منين؟ عرفنا منين مصادر التفسير؟ عرفنا أول شيء مصادر التفسير من القرآن الكريم، وبعدين من السنة، وبعدين من فعل السلف، يعني إحنا باستقراء فعل السلف استطعنا أن نخرج المصادر التي اعتمدوا عليها في تفسير القرآن الكريم، فلو افترضنا أن السلف اعتمدوا على الإسرائيليات، إحنا لسه منجاوبش أهو، افترضنا أن السلف اعتمدوا على الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير، خلاص هم اعتمدوه مصدر من مصادر التفسير، عجبك مش عجبك دي قصة تانية، لكن هم اعتمدوه كمصدر من مصادر الإيه؟ اعتمدوه كمصدر من مصادر التفسير. فهو ده الفكرة، أنه له جانب تاريخي ووصفي، إحنا بنصف ما فعل السلف، نحن نصف ما فعل الإيه؟ السلف. طيب إذا وجدنا في الوصف، إذا وجدنا في وصف فعل السلف أنهم اعتمدوا الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير، فليس لنا أن نعترض على ذلك، فضلا إن السنة أيدت ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: الأمر الثاني أن واقع بعض ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار بني إسرائيل فيه إجمال، سواء من جهة المراد أو من جهة بيان مبهم، وإما من غير ذلك، على الأقل بيكون فيه إجمال من جهة الاحتمال، يعني على الأقل بيكون فيه إجمال من جهة الإيه؟ من جهة الاحتمال. في قول الله سبحانه وتعالى في الأمثلة التي ذكرتها لكم، في قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ديت محتملة. طيب في آية داود عليه الصلاة والسلام دي محتملة، في آيات وقصص كثيرة في السامري اللي أنا ذكرت لكم أنه لازم ترجعوا إلى هذا البحث علشان تعرفوا أنه لا بد ضرورة أن الإنسان يعرف الإسرائيليات
لأجل أن هو يفهم هذه الإيه، لأجل أن يفهم هذه الآية. فالفكرة اللي هو الشيخ بيقولها هنا إيه، إن في إجمال، على الأقل الإجمال ده ممكن ينشأ من جهة الاحتمال، ويكون المرجح لهذا الاحتمال هو ما روي عن بني، هو ما روي عن بني إسرائيل، كما قال هنا في الأمر الثالث أنه لا سبيل لمعرفة هذا الإبهام والإجمال في بعض الآيات من مصادر التفسير الأخرى، لأنه لم يرد في تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا هي مما يعرف من طريق اللغة، ولا تتم معرفة ذلك إلا من جهة الخبر الإسرائيلي دون غيره من المصادر، وليس عند المفسرين سوى هذه الروايات الإسرائيلية، ولذلك السلف لم يتوقف أحد منهم في قبول هذا المصدر. طيب، ثم قال: ليس كل ما ذكره بنو إسرائيل في أخبارهم كذبا أو خطأ، وإن كان يحمل كثيرا من ذلك، كما أخبر أبو نملة رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. وهذا واضح وسيأتي شرحه. الأمر قال الأمر الخامس، وهي من أهم المقدمات، أن الصحابة والتابعين ومفسر السلف، وهي دي الحجة الحقيقية، ومن أقوى ما يستدل. طيب، ومن أقوى ما يستدل به، اللي هو فكرة إجماع السلف العملي على ذلك بلا مخالف، إجماع السلف العملي على ذلك بلا مخالف، وده أقوى حجة في اعتماد الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير، في اعتماد الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير، أن السلف استخدموا الإسرائيليات بإجماع عملي منهم. يعني ما في واحد من الصحابة أو من السلف، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، توقف في قبول الإسرائيليات. صحيح في يعني في تفاوت في مسألة الأخذ والرد للإسرائيليات، ده مش إشكال، يعني ده مش مشكلة، وده تنتبهوا له يا إخوان، إنه في فرق بين المنهج الكلي للعالم والمنهج الجزئي أو للتطبيق الجزئي. ممكن العالم في التطبيق الجزئي يكون عنده مشكلة في بعض التطبيقات الجزئية، لكن من جهة الأمر الكلي أو المنهج الكلي أو الفكرة الكلية ما فيش مشكلة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، عنده مثلا في تفسير سورة يوسف في قول الله عز وجل: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تفسير شيخ الإسلام مخالف لتفسير السلف، مخالف لتفسير الإيه؟ السلف. السلف فسروا هذه الآية بالإسرائيليات، شيخ الإسلام خالفهم رحمه الله تعالى ورضي عنه. هل معنى ذلك إن إحنا نقول إن ابن تيمية رحمه الله بيقول إن الإسرائيليات ليست مصدر من مصادر التفسير؟ لا. طيب، إزاي نعرف إن ابن تيمية بيقول إن الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير؟ نشوف تفسير ابن تيمية، نشوف ابن تيمية تصرفاته في الآيات المختلفة بيعمل إيه ابن تيمية. هل بيرد أي تفسير للقرآن بالإسرائيليات، ولا هو عنده مشكلة في المسألة ديت، عنده مشكلة في الحتة ديت؟ هو شيخ الإسلام رحمه الله كان عنده مشكلة في الآية دي رحمه الله تعالى، وهو غلطان، يعني هو في تفسير هذه الآية أخطأ رحمه الله تعالى ورضي عنه. لكن ليس معنى ذلك إن إحنا ننسي ابن تيمية إلى أمر كلي أو إلى منهج كلي، إن إحنا نقول ابن تيمية بيرد الإسرائيليات، زي ما استقر في أذهان بعض المتأخرين أو في أذهان حتى بعض الطلبة، إن هو يقول إن ابن كثير بينتقد الإسرائيليات. أيوة، ابن كثير بينتقد الإسرائيليات صح، ومع ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى اعتمد على الإسرائيليات في تفسير الإيه؟ اعتمد على الإسرائيليات في تفسير القرآن. يبقى في فرق بين المنهج الكلي والتطبيق الإيه؟ والتطبيق الجزئي. ممكن العالم يأتي في التطبيق الجزئي يكون عنده مشكلة في، يعني ابن كثير مثلا، رجعوا مثلا ابن كثير في تفسير سورة صاد، ابن كثير توقف في تفسير قصة داود عليه الصلاة والسلام، أشكلت عن ابن كثير وقال إن ده من المتشابه بالنسبة لي. يعني ابن كثير نفسه توقف في تفسير هذه الآية. لكن هل معنى ذلك إن ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه لما توقف في تفسير هذه الآية إن هو كده بيرفض الإسرائيليات جملة وتفصيلا؟ لا،
يبقى في فرق بين المنهج الكلي، انه تقريبا لا يوجد عالم من علماء الاسلام المتقدمين من المحققين منهم توقف في قبول الاسرائيليات جمله، يعني قال ان احنا مش هناخد اي حاجه من الاسرائيليات، هذا لا يعني هذا لا يعلم. لكن الفكره انه في تطبيقات جزئيه لبعض العلماء في نقد بعض الاسرائيليات، وسياتي حتى ان السلف او الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان لهم بعض الانتقادات، وستاتي او سياتي الاشاره الى ذلك او ستاتي الاشاره الى ذلك ان شاء الله تعالى. فاذا دي من اهم الادله على اعتبار الاسرائيليات مصدر من مصادر التفسير. قال ان الصحابه والتابعين ومفسر السلف استخدموا الاسرائيليات وجعلوها مصدرا من مصادرهم، وواقع الروايات وان قلت يشهد بذلك، فلا غضاضة من حكاية ما عليه العمل عندهم. طبعا واقع الروايات وإن قلت لا، يعني هي لم تقل الحقيقة، لكن هي كثيرة، وستأتي أيضا سيأتي. والشيخ عبد الرحمن مشد حفظه الله أحصى ذلك في كتابه المفسرون من الصحابة، أحصى اعتماد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير، إنه كان اعتماد كبير، كان اعتمادا كبير، يعني كان موجود في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال إذا تقررت المقدمات السابقة فنقول لا غضاضة في جعل الإسرائيليات مصدرا من مصادر التفسير، فإن هذا فعل كثير من السلف مستحضرين الإذن النبوي في روايتها في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والذي له لوازم متعددة كثيرة تفاصيل لا يمكن إثباتها بطريق صحيح. ولا يشكل على جعل الإسرائيليات مصدرا من مصادر التفسير أننا جعلناها في مصاف في مصادر التفسير الأخرى، الكتاب والسنة وأقوال السلف واللغة. يعني هو لا يلزم أن احنا نقول أن الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير أن هي مساوية للسنة، لا يلزم، زي ما أن اللغة ليست مساوية للسنة، اللغة ليست مساوية لأسباب النزول. احنا ذكرنا وإحنا بنشرح أن سبب النزول الصريح قاضي على أي شيء، وإن من أسباب غلط بعض العلماء في تفسير القرآن الكريم عدم الانتباه لأسباب الإيه؟ النزول، زي في قول الله عز وجل إيه؟ اللي إحنا ذكرناها إيه؟ لا، اللي إحنا ذكرنا إن بعض العلماء أخطأ بسبب إنه لم يعلم التفسير من تيمية سورة يوسف ده إسرائيليات، مش سبب النزول. أيوة أحسنتي، اللي هو تفسير أبي عبيدة رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل، أو تفسير أبي عبيدة وتفسير الشريف الرضا لقول الله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، ماشي؟ ليس البر بأن تأتوا بأن تولوا وجوهكم ولكن البر من وقت البيوت من أبوابها. قال وقت البيوت، في ناس فسروها بالمرأة، ما لي إذا أنزعها صأيت أكبر غيرني أم بيت. فده غلط. ليه؟ لأنه تجاوز سبب النزول، لأنه تجاوز سبب النزول. قال بل لا يقول قائل، فإن القول بمصدرية الإسرائيليات لا يلزم منه مساواتها بالمصادر الأخرى من حيث الأهمية، بل لا يقول قائل إن المصادر المتفق عليها عند العلماء الكتاب والسنة وقال السلف واللغة في مرتبة واحدة من حيث القوة والأهمية، بل ولا من حيث كثرة الاستفادة منه. وأنا ذكرت لكم إن حتى المصادر دي تصور الناس لها أحيانا بيكون غلط، يعني التصور بدون الرجوع إلى التطبيق العملي يجعلنا نقول إن أعلى مصدر من مصادر التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، بينما في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في التطبيق العملي للصحابة أكثر مصدر الصحابة اعتمدوا عليه اللغة، أكثر مصدر الصحابة اعتمدوا عليه اللغة، ولم يكن أكثر مصدر اعتمدوا عليه القرآن، بل ولا حتى السنة. واضح إخوانا؟ فدي فكرة مركزية مهمة. قال وكذا لا يشكل ما يوجد في الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير من إشكالات علمية أو خروج عن بيان معنى الآية وتفسيرها، فليس كل آخذ من مصدر مصيبا في طريقة أخذه، فليس كل آخذ من مصدر مصيبا في طريقة أخذه، فالعبرة بكيفية الاستفادة منها بطريقة صحيحة كما استفاد منها سلفنا الصالح. وسيأتي التنبيه على ضوابط الأخذ بأخبار بني إسرائيل. ومما ينبه له أن الرجوع لهذه الإسرائيليات
ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما له مجالات يستفيد منها المفسر كما سيأتي في الفقرة التالية. والمقصود أن رجوع بعض المفسرين من السلف يدل على أن الإسرائيليات من المصادر التي فسروا بها القرآن، ولا يلزم من عد الإسرائيليات مصدرا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولة، كما لا يلزم أن يكون المعنى المتلقف من الرواية الإسرائيلية صحيحا. ولعل الخلط بين هذين الأمرين كان من أسباب الاعتراض على مصدرية مرويات بني إسرائيل، فهي في المصدرية من هذه الجهة كغيرها من المصادر، فاللغة مصدر لكن لا يلزم أن يكون كل تفسير لغوي صحيحا، لا يلزم أن يكون كل تفسير لغوي صحيحا. طيب خلوا بالكم يا أخواني، الاستدلال بأخبار بني إسرائيل هو من جنس الاستدلال بأخبار العرب وأحوالهم التي نزل فيها القرآن، التي نزل فيها القرآن. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الموقف العام من أقوالهم وأخبارهم. قال الله عز وجل: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. ولذلك أسند الطبري رحمه الله تعالى، والحديث أخرجه البخاري، أسند الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى إذن هذه الآية أيضا من الأدلة التي يستدل بها على جواز التحديث عن بني إسرائيل، أو على الأقل الفكرة الأولى فكرة إن إحنا لا نصدقهم ولا نكذبهم. طيب الأمر الثاني أو المرتبة الثانية إنه النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهذه الأمة في أن تحدث عن بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة صاحب المذهب، قال: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقال الشافعي رضي الله عنه صاحب المذهب أيضا، قال: المعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به. بل القرآن الكريم نفسه أرشدنا في القرآن الكريم نفسه إرشاد إلى جواز هذا الأمر. قال الله عز وجل: سيقولون، هو تحدث هو عن قوله، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. فرب سبحانه وتعالى حكى أقوالهم ثم أبطلها، وبعدين حكى القول الصواب، قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل، إلى آخر الآية. هذا أيضا فيه إشارة إلى إنه إباحة التحديث عنهم فيما اتفقوا فيه وفيما أيضا اختلفوا فيه، فيما اتفقوا فيه وفيما اختلفوا فيه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى الموقف مما لا تعلم صدقه أو كذبه من أخبارهم، في قوله تعالى أو في قوله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم بنو إسرائيل، ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسوله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. يقول ابن تيمية: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن قد أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم، وقد أخبر الله تعالى أنهم يكذبون ويحرفون، فما حدثوا به إذا لم نعلم صدقهم فيه ولا كذبهم لم نكذبه، لجواز أن يكون مما أنزل ولم نصدقه لجواز أن يكون مما كذبوا. ولذلك العلماء قسموا الموقف من أخبار بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام، وده اللي ذكرها الطبري وذكرها شيخ الإسلام تيمية وذكرها ابن كثير في أول كتاب في أول تفسير. الأول: ما علمنا صحته بشهادة شرعنا له بالصدق، وأصحه ما جاء في كتاب الله عنه، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما قص القصة خلاص كده انتهت الموضوع،
فهذا علمنا صدقه بما إيه؟ بشهادة الشرعين له بالصدق. فإذا ورد، إذا رأينا قصة وردت في كتاب الله تعالى ونفس هذه القصة وردت في التوراة أو وردت عن بني إسرائيل، فنحن نعلم يقينا أن القصة دي صدق. بس نعلم صدق أو نعلم يقينا صدق هذه القصة من أي جهة؟ أيوة، من جهة تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بها أو من جهة ورودها في كتاب الله. يبقى دي يخرج أصلا من 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 إيه؟ من محل النزاع، يخرج من البحث. وده كان سؤال الأخت اللي هي سألت، إنه هو لو أو الأخ اللي هو سأل، الدكتور مصطفى اللي هو سأل في الأول، إن ده يخرج أصلا يا دكتور مصطفى، ده يخرج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال قصة، القصة دي موجودة بنفسها في التوراة وفي الإنجيل، خلاص ده بيخرج أصلا عندنا، لأننا يعني نعلم يقينا الصدق فيها. طيب الأمر الثاني، ما علمنا كذبه بما في شرعنا مما يخالفه فهذا باطل مردود. زي ما ورد في بعض الإسرائيليات مثلا وقوع بعض الأنبياء في الفواحش والعياذ بالله، أو وقوع بعض الأنبياء في الشرك والعياذ بالله، فهذا نعلم يقينا من شرعنا أنه لا يكون، نعلم يقينا من شرعنا أنه إيه؟ لا يكون، لأن ده معصوم. النبي، أي نبي من الأنبياء معصوم من الكفر، معصوم من الإيه؟ من الكفر اتفاقا. واضح كده؟ ده الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما لم نعلم صدقه ولا كذبه فهذا موقوف، لا نصدقه ولا نكذبه، لكن يجوز أن نحكيه ويجوز أن نعتبر به ويجوز أن نستشهد به ويجوز أن يعضد المعاني أو حتى أن هو ينشئ بعض المعاني. ده مش فيه إشكال، لأن إحنا لا نعلم صدقه ولا إيه ولا كذبه، وقد ورد جواز التحديث عنهم. وأمثلة ذلك من فعل السلف كثيرة جدا، أمثلة ذلك من فعل السلف كثيرة جدا، وعلى هديهم سار المحققون في علم التفسير وانتفعوا من هذه الأخبار بمقدار ما انتفع به أسلافهم، أخذا بالرخصة الشرعية واقتداء بهدي خير القرون واضح كده؟ طيب يبقى هذا ما يتعلق بالموقف من أخبار بني إسرائيل. شيخ، ما لم نعلم قال كذا واستوى طرفا صدقا كذب، لا يوجد مرجح لأحد الطرفين الآخر. لا لا مش كده، ال طيب سيأتي الأخت اللي هي بتسأل عن إن هو ده من باب غلبة الظن. هو طبعا من باب غلبة الظن، بس هي الفكرة مش إحنا، هي الفكرة مش إنه ده من باب غلبة الظن، الفكرة إن مما يؤكد، خلي بالك، مما يؤكد الصحة هنا إيه؟ إن السلف فسروا بيها، يعني ده هو المرجح لنا، المرجح لنا المؤكد لصحة هذا المعنى في تفسير الآية إن السلف فسروا بيها، فهو ده أضيف له مصدر آخر من المصادر، مع إنه اللغة مش إنه اللغة لم تعترض، لم تثبت أنه باطل. سيأتي القواعد اللي هو الضوابط كيف نستدل بالخبر الإسرائيلي في تفسير القرآن الكريم. لكن فكرة الاستوائية، هل ده معناه إن إحنا خلاص نرجئه؟ لا، فكرة الاستوائية إنه لا يدل على بطلانه. طيب هو غير باطل، ماذا نفعل فيه؟ هل نرميه؟ لا، ما نرميهوش. هو معنى إنه هو غير باطل، إنه يمكن أن نعتمد عليه، فهم؟ إنما الاستوائية بمعنى الترك، لا، الاستوائية بمعنى الترك لا، وإلا السلف هم فيه ممكن، فيهم إن إحنا نعتمد عليه ونعتضد به ونستشهد به. سيأتي. طيب خلينا بقى نجيب كيف نستفيد من الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم. طبعا احنا عندنا
الفوائد المترتبه على معرفه الاسرائيليات كثيره، منها تعيين المبهم، يعني منها الايه المبهم، ومن تعيين المبهم ما مثلا ورد في تفسير قوله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قال ذكر لنا أن الذي حاج، قال الربيع ذكر لنا أن الذي حاج إبراهيم في ربه كان ملكا يقال له نمرود، وهو أول جبار تجبر في الأرض، وهو صاحب الصرح ببابل. ومنها تفصيل المجمل زي تفاصيل غرق فرعون وإيه اللي حصل، زي مثلا القصص المذكورة عن فتية أصحاب الكهف، زي مثلا بعض التفاصيل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، زي قصة الخضر وموسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا كشف المشكل، يعني بعض الآيات بتكون مشكلة، ومنها ما ذكره الشيخ هنا علشان ما نكررش الكلام، فنقرأ ونحاول ان احنا نعلق على ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى وبارك فيه. قال حفظه الله: مجالات استفادة المفسر من الإسرائيليين. قال: يحتاج هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير لإبراز هذه المسألة، لكن بالنظر إلى بعض الإسرائيليات التي يريدها المفسرون فإنه يمكن القول بأن وجوه الاستفادة من الإسرائيليات هي، يعني دي بعض أوجه الاستفادة من الإسرائيليين. أولا، توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها، وليس فقط يخلنا توجيه الآية، لا، ده يسبق أمر، خلوا بالكم، وده أمر مهم، يسبق أمر إنه أحياناً ما بيكونش فقط التوجيه، لا، أحياناً بيكون بيان المعنى، لأن التوجيه دي مرتبة إيه؟ مرتبة تانية. يعني دي المرتبة الأولى إنه هو إن الإسرائيليات أصلاً تبين المعنى، المرتبة التانية إنه هو يوجه المعنى إلى المعنى المحتمل له. يعني إحنا عندنا معنيين، وده المعنى الهون وده المعنى الصح، ده اسمه إيه؟ توجيه. لكن احنا عندنا انشاء للمعنى اصلا، وده موجود في فعل السبب، بيان المعنى، زي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا. قال ابن عباس: هو صخر الجني تمثل على كرسيه جسدا. ففي هذا اثبات للمعنى الاصلي المراد من النص، المعنى الاصلي المراد من الايه من النص. وأحياناً يرد لتقوية المعنى، وده أيضاً يسبق مرتبة التوجيه، وده أيضاً يسبق مرتبة الإيه؟ مرتبة التوجيه، أو مرتبة مرتبة إثبات أحد الاحتمالين. فاهم يا عم الشيخ أشرف؟ ها؟ يبقى إحنا عندنا كده الأول بيان الإيه؟ بيان المعنى، وبعدين تقوية المعنى، وبعدين ترجيح، اللي هو فكرة الترجيح. فكرة ترجيح أحد المحتملات، أحد المعاني المحتملة. طيب، فمن بيان المعنى ذكرته لكم، ومن تقوية المعنى ما ورد عن أبي الدرداء: كان داود يقضي بين البهائم يومان وبين الناس يوما. يعني البهائم كان سيدنا داود يقضي بينهم إيه؟ يومين، والناس يوم. فجاءت بقرة فوضعت قرنها في حلقة الباب، ثم تنغمت كما تنغم الوالدة على ولدها، وقالت: كنت شابة، كانوا يعني قعدت تنوح، يعني كانوا ينتجوني ويستعملوني، ثم أن كبرت فأرادوا أن يذبحوني. ماشي. ثم قال داود عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إليها ولا تذبحوها. ثم قرأ: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. يعني هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ساق هذا لتقوية معنى منطق الطير، اللي هو الإيه؟ الكلام، مش مجرد يعني مش مجرد التفكر ومش مجرد، لا، ده هو فعلا فاهم اللغة، فاهم المنطق بتاعه. ومن ذلك أيضا عن سلمان قال: خرجت أبتغي الدين فوقعت في الرهبان بقايا أهل الكتاب، قال الله تعالى: كما يعرفون أبناءهم. هذا أيضا تقوية للمعنى، إنه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: هذا زمان نبي قد أظل يخرج من أرض العرب، له علامات من ذلك شأمة مدورة بين كتفيه، اللي هو خاتم الإيه؟ خاتم النبوة. فكانت معرفة ومخالطة لأهل الكتاب مفيد في معرفة وجه المعنى في الإيه؟ المعنى في الآية. يبقى ديت احنا عندنا الاول بيان المعنى، وعندنا الثاني تقويه المعنى، وعندنا الثالث
اللي هو ذكر الشيخ هنا توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. ومن ذلك ما ورد من إجمال في فتنة سليمان بالجسد في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. فالجسد على قول المتقدمين من المفسرين شيطان، وهذا ما ورد في أخبار بني إسرائيل. ولو لم يفسروا بذلك لبقي تعيين هذا المبهم الجسد مشكلة. فبينت هذه الأخبار الإسرائيلية شيئا من المراد بهذه الفتنة التي ذكرت مجملا. وممن ورد عنهم حمل الجسد على الشيطان ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. ثم ظهر قول آخر اللي هو أول حد ذكره الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسير كشف والبان، وهو أن الجسد يفسر بما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. وقد حملت الآية على قصص أخرى، وهذه القصة التي رواها البخاري لم يريدها تفسيرا للآية، بل ذهب إلى أن الجسد شيطان حيث قال جسدا شيطانا، والحديث أورده في أحاديث الأنبياء عند ذكره لأخبار سليمان عليه السلام، ولم يريده في تفسير سورة صاد في كتاب التفسير، مما يؤنس بأن هذا الحديث ليس تفسيرا للآية فيما يراه البخاري رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم. وكذلك مع شهرة قصة هذا الحديث لم يحملها أحد من السلف على الآية، وإنما حملوها على القصة الإسرائيلية، وبهذا يظهر توجيه الآية إلى محتمل دون آخر. يبدأ ده من قبيل إن إحنا عندنا الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، فيأتي الخبر الإسرائيلي يرجح أحد المحتملين على الإيه؟ أحد المحتمل على الآخر. ومن ترجيح أحد المحتملات أيضا ما رواه الطبري، ما رواه الطبري رحمه الله في جامع البيان عن عثمان بن حاضر قال سمعت عبد الله بن عباس يقول قرأ معاوية هذه الآية عين حامية، عين حامية، قال ابن عباس إنها عين حمئة، إنها عين إيه؟ حمئة. فجعلا كعبا بينهما، يعني مين اللي يحكم بينهم؟ كعب، اللي هو كعب مين؟ كعب الأحبار، وكان من علماء بني إسرائيل وممن أسلم. قال فأرسل إلى كعب الأحبار فسألاه فقال كعب أما الشمس فإنها تغيب في ثأط، والثأط هو الطين، فكانت على ما قال من؟ على ما قال ابن عباس، على ما قال ابن عباس، لأن سيدنا معاوية قال عين حامية يعني ملتهمة، لكن ابن عباس قال عين حمئة يعني من طين، منتنة، متغيرة، متغيرة الرائحة، متغيرة الرائحة. فلما هو قال له الشمس بتغيب في ثأط يعني في طين، فقال له فبدأ دليل على قول مين؟ على قول ابن عباس مش على قول معاوية رضي الله عنه الجميع. واضح كده؟ فده أيضا من ترجيح أحد المعاني المحتملة. طيب، قال حفظه الله الثاني سبب القصة الإسرائيلية مما تجده في الإسرائيليات التي استفاد منها المفسرون ما يمكن أن يسمى بسبب القصة، وذلك ما لا تكاد تجده في القرآن، وإنما تجده خارجه يعني خارج القرآن، ما أورده الطبري عن ابن عباس وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. قال إن داود إيه السبب؟ يعني هو بيقول إيه السبب إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الملكين دول لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام؟ أنتوا معايا يا أخوانا ولا نمتوا؟ سبب النزول ده هو شبه كده، سبب النزول بيكون اللي هو حصل زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سبب القصة ان احنا نفهم سبب ورود هذه القصة، ايه السبب الذي دعا الى حصول هذه القصة، السبب اللي خلى الملكين دول ييجوا لمين؟ لسيدنا داود صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، طيب، قال إن داود قال يا ربي، إن داود قال يا ربي، إن داود قال يا ربي إنك أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله، قال الله إني ابتليتهم
قال الله إني إيه؟ إني ابتليتهم. معلش طيب، قال الله إني ابتليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به وأعطيتك كما أعطيتهم. قال نعم. قال له فاعمل حتى أرى بلاءه. فكان ما شاء الله أن يكون وطال ذلك عليه، فكاد أن ينسى. فبين هو في محراب إذ وقعت عليه حمامة من ذهب، فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة المحراب، فذهب ليأخذها فطارت، فاطلع من الكوة فرأى امرأة تغتسل ففتن بها كما سيأتي بتمامه. فبين هذا الخبر سبب فتنة داود عليه السلام، وهو أنه طلب من الله تعالى أن يبتليه ليعطيه كما أعطى الأنبياء الذين ابتلوا إيه قبله. طبعا هو إحنا مش هنعلق بس على الحتة دي، لأن الشيخ في آخر الكتاب أو في آخر عفوا المبحث يعني ذكر هذه القصة بتفاصيلها، يعني لما نيجي لها إن شاء الله هنشرحها ونشرح كيف تعامل العلماء معها، لأن كما قلت لكم إن دي من أكثر الإسرائيليات إشكالا، حتى إن ابن كثير رحمه الله لم يفسر أصلا الآيات، يعني لما أشكل عليه الأمر لم يفسر الآيات رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال حفظه الله الرابع تفصيل المجمل، فنرجع إلى آخر البحث إن شاء الله تعالى. قال تفصيل المجمل قال الثالث تعيين المبهم مثل ما ورد عنهم في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، التي كانت حاضرة البحر، فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال أنها أيلة، وقد ورد عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة أنها مقنة، وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد أنها مدين، وقد وردت الرواية بذلك عن ابن عباس، وهذه الأقوال لا يبعد أنها أخذت من أخبار بني إسرائيل. قال الطبري رضي الله عنه وأرضاه والصواب من القول في ذلك أن يقول هي قرية حاضرة البحر، وجائز أن تكون أيلة، وجائز أن تكون مدينة، وجائز أن تكون مقنة، لأن كل ذلك حاضرة البحر. وده من بديع صنع الطبري رحمه الله تعالى ومن منهجه، إنه لو ما فيش مرجح يرجح أحد الإسرائيليات على الآخر فالطبري بيتركه على الإيه؟ بيتركه على الاحتمال، بيتركه على الاحتمال. قال الطبري رضي الله عنه ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع العذر بأي ذلك من أي، والاختلاف فيه على ما وصفته، ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم نعاينه إلا بخبر يوجب العلم، ولا خبر كذلك في ذلك. ومثل هذا النوع من المبهمات لا يؤثر تعيينه في فهم المعنى، كما لا يؤثر عدم تعيينه فينقص المعنى، وإنما أثروه في أمر خارج التفسير وهو التاريخ. فلو كان الباحث يكتب عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار إلى قول هؤلاء المفسرين كفائدة تاريخية ترتبط بالإيه؟ ترتبط بذلك المكان. واضح؟ واضح؟ طيب. ومن تعيين المبهم أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إلى أبي الجل، وكان أيضا من أهل الكتاب، من علماء أهل الكتاب، يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها، فكتب أبو الجل سألتني عن الشجرة التي نهي آدم عنها وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. فهذا أيضا من تتبع الصحابة للإيه؟ للمبهمات. ماشي؟ فلا ينكر تتبع المبهمات، لأن ده شيء مركوز في النفس، إن النفس دايما بتطلب الإيه؟ بتطلب الشيء الخفي، يعني الغايب عنها، فده مش فيه مشكلة. لا، ده بيتكلم، التاني ما بيتتبعش المبهم، التاني بيتكلف شيء لا علم له به، هو عمره ما يوصله، زي اللي كان زي صبيغ بن عسل اللي كان بيسأل عن والذريات ذروة، ما هو عارف يعني ايه والذريات ذروة، بس هو كان يسأل تعنتا، ما كانش بيسأل ايه، ما كانش بيسأل للمعرفة، لأنه عارف، هو فاهم، يعني هو ده فهمه كويس. لكن في فرق ما بين الأمرين، ما بين التتبع للتعنت
وبين ان الانسان يسال عما يعني عن بعض الاوصاف الزياده، عن بعض الاشياء اللي هو زي ما احنا بنقول دلوقتي تعيشه في القصه كده يعني. يعني هو ده المعنى، ده مركوز في فطره الانسان ان هو يسال عن المبهم. مين ده؟ يعني اسمه ايه؟ كان اسمها ايه مثلا؟ مش عارف سيدنا يوسف تزوج امراه العزيز ولا لا؟ التفاصيل دي هي تفاصيل غير مهمه في الحقيقه، لكن هي مما يحرص الناس على معرفه، فده لا ينكر لان الصحابه بحثوا عن ذلك. مش يعني بعض الناس يقول لك لا ده مش مفيد، هو ماشي مش مفيد، بس ما فيش مشكله ان احنا نبحث عنه. يعني هو مش معنى ان هو غير مفيد ان احنا نقفل الباب. واضح؟ قال الرابع تفسير المجمل. يرد في القران قصص مجمله، يرد في القران قصص مجمله، او يرد اشاره الى قصه، ثم يستعين المفسرون بما روي في كتب بني اسرائيل في تفاصيل تلك القصه. ومن ذلك ما ورد في قصه ايوب، فقد ورد خبره في موضعين. قوله تعالى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. وقوله تعالى: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اتجوزها ولا لا؟ الله أعلم بقى، أنتم تدوروا عليها براحتكم. ولو لم يفسروا الضر الذي أصاب أيوب لبقي في الآية إجمال يحتاج إلى تفصيل، كالرواية المسندة للسدي. قال نصب في جسدي وعذاب في مال، يعني ده اللي هو أصاب أيوب صلوات الله وسلامه عليه. وبعض الروايات فيها تفصيل كالرواية الواردة عن قتادة قال: بنصب وعذاب ذهب المال والأهل، والضر الذي أصابه في جسده قال: ابتلي 7 سنين وأشهرا ملقا على كناسة لبني إسرائيل تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه وعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه أيوب عليه الصلاة والسلام، بل يبقى مجملا كما هو لفظ القرآن الكريم. وأيضا من بيان المبهمات ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورد عن عمر بن الخطاب أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكم؟ يبقى خلي بالك سيدنا عمر بيذكر لا ده بيذكر اللي ورد في القرآن، لكن هو بيذكر القصة. جايب القصة دي منين؟ جايب القصة من الإسرائيليات. يعني هو شوف القرآن حكى المهم، حكى المهم، لكن هو ما قالش إن القرآن ما قالش إن الناس سقوا وبعد ما سقوا جابوا الصخرة حطوها على البير. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما جه شاف الصخرة على البير قام جاي رفعها، هو ما قالش كده ماشي، لكن سيدنا عمر بيفصل مجمل القصة. قال: فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم، ورجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه، وتولى موسى عليه السلام إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا ربي أنا فقير لما أنزلت إلي من خير. قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء واضعة ثوبها على وجهها، قالت: إن أبي، دي تفصيلة هي ما وردتش في القرآن، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. قال لها: امشي خلفي، لتفصيلة تانية، وصفي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثوبك فيصف لي جسدك. فلما انتهى إلى أبيها قص عليه، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير ما استأجرت القوي الأمين. قال: يا بني ما علمك بأمانته وقوته؟ دي برضك ما جاتش. قال: أما قوته فرفعوه الحجر ولا يطيقوه إلا 10، وأما أمانته فقال لي: امشي خلفي وصفي لي الطريق فإني أخاف أن تصيب الريح إلى آخره. فقال عمر فأقبلت إليه ليست بسلفع من النساء، لا خراجة ولا ولاجة، واضعة ثوبها على وجهها. يبقى أيضا ديت إيه؟ ديت من بيان المجملات ما ورد مثلا في تفسير قوله تعالى:
وإذ قال موسى لقومه: قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ورد عن ابن عباس كيفية القتل حصل إزاي، وهذا أيضا من بيان المجمل، بيان سبب قتل أحد ابني آدم للآخر، إن هو ولدت حواء مع قابين جارية يقال لها لوذة أجمل بنات آدم، وولدت مع هابيل جارية يقال لها إقليميا، فخطب إلى أبيهما فقال أنكحك يا هابيل لوذة، وقال لقابيل، ويقال قابيل والله أعلم زوجته، طبعا ده كله من الرواية يعني مش أنا اللي بقوله والله أعلم، هي في الرواية كده، زوجتك إقليميا، فقال قابيل ما أرضى بهذا أختي أجمل، فقال آدم إن الله أمرني أن أفرق بينكما في النكاح، فإن كنت لا ترضى فقرب قربانا فقربانكما سيقضي بينكما، قال وكيف يقضي بيننا، قال من يقبل قربانه فهو له فهي له. فده في الايه، في بيان المجمل في قوله تعالى ايضا، وده ورد عن ابن عباس، والثاني ورد عن عمر الخطاب، والثالث ورد عن حذيفه بن اليمان، ده ورد عن ابن عمر اهو: كان الجن بنو الجان في الارض قبل ان يخلق ادم بألفي سنه فافسدوا في الارض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكه فضربوهم حتى الحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال اني اعلم ما لا تعلم. هذا يا اخواننا في بيان عملي أهوة من السلف رضوان الله تعالى عليهم لبيان المجمل ما ورد من مجملات في قصص القرآن الكريم، فصلوه بما ورد في الايه، بما ورد في الإسرائيليين. لم يخالف الشرع، ما جاش في حاجه تخالف الشرع، ما هو مش لازم يرد ايه، ما هو التفاصيل، ما هي دي فكره، هو مصدر بيعمل ايه بقى المصدر ده، يعني هو المصدر ده بيعمل ايه، اللغه مثلا دلوقتي احنا اللغه دي مش هي بتبين الكلمه على مراحل متعدده، يعني احنا عندنا مثلا الكلمه زي كلمه مثلا في قول الله عز وجل فرق ايه كلمة. لا يعني ده احنا عايزين نجيب كلمه من الغريب، يعني أي كلمة غريبة مثلا في القرآن الكريم، زي كلمة مثلا ضيزة، ماشي، تلك إذن قسمة ضيزة، أنا ممكن أقول لك كلمة ضيزة معناها إيه مجملة كده، أقول لك ضيزة في اللغة العربية معناها كده، وممكن أقعد أفصل لك إيه جذر الكلمة وجاية منين، صح؟ هو ده نفس الفكرة، يعني نفس فكرة الإسرائيليات، إن التفصيل اللي وردت في الإسرائيليات بتزيد من توضيح المعنى أو بتبين المعنى، فطالما إن الإسرائيليات ديت ليست باطلة، يعني لم يرد دليل على إبطالها، فيبقى هي في حيز الإيه؟ في حيز القبول. أي درجة من درجات القبول دي بتختلف بقى، يعني أي درجة من درجات الاستفادة منها ديت بتختلف بحسب كل مفسر وآخر، فاهم؟ هو ده سؤالك؟ ده؟ طيب سيأتي الكتب اللي هي بيرد فيها الإسرائيل سيأتي معنا إن شاء الله. طيب هناخد بس دهيت ونخلص عشان إيه، إحنا كده طولنا. هناخد اللي هو فكرة ورود أمور عقدية أو تشريعية في الإسرائيلية. قال مما يتعلق بالإسرائيليات أنه قد يكون في الخبر أمور تشريعية أو عقدية، وإن كان أغلب المروي إن لم يكن كل المروي في باب الأخبار، وورود هذه الأمور التشريعية أو العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة، أي أن المفسر الذي يروي الإسرائيلية واستفيد منها لم يريدها ليأخذ منها أحكاما تشريعية ولا ليأخذ منها أحكاما عقدية، وإنما أوردها ليبين أمرا في الآية أو يزيد تفاصيل على ما في الآية، ولما كان أمر الشرائع واضحا لا يلتبس على أحد، الشرائع عند المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب البتة. الحقيقة إنه البحث ده هو تحديداً يعني في إشكال، البحث بحث الأمور العقدية والتشريعية في إشكال، لأنه إحنا عندنا في أصول الفقه من الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه شرع من إيه؟ من قبلنا،
شرع من قبلنا، ماشي؟ فيعني احنا هنعديها، يعني هنعدي المسائل ديت لان هي فعلا بحثها يطول وفيها اشكالات، يعني فيها عده اشكالات، فنرجئه ان شاء الله تعالى ل يعني مكان اوسع او لبحث اوسع. لكن عموما الاصل انه الاسرائيليات لا يستفاد منها ايه؟ لا يستفاد منها احكام تشريعيه، ده الاصل يعني. هو ده اللي يقصد الشيخ. عن لا تؤخذ عن اهل الكتاب البتة لم يقع نكير من المعترضين على وجود اسرائيل في كتب التفسير من هذا الجانب. اما الاعتقاد فكان من اكبر الامور التي وقع نكير المعترضين عليها لورودها في الاسرائيليات المعروفه في كتب التفسير. ومع هذا فقد يقع منازعه لهم في بعض ما يدعى فيه انه يخالف الاعتقاد مثل عصمه الانبياء. يعني هو عاوز يقول الشيخ هنا يا اخوانا، خلوا بالكم. الفكره الاساسيه اللي الشيخ يريد ان يطرحها هنا انه في بعض الاشياء وفي بعض الاسرائيليات هو ما ينفعش ان احنا نرد الاسرائيليات للغرابه. دي بدايه كده. يعني احنا مستغربين الاسرائيليات ما ينفعش نردها علشان هي غريبه. ليه؟ لانه ورد بما لا يشك في صحته امور غريبه جدا. زي اللي ورد ان الحجر طلع يجري وسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بيجري وراه ثوب حجر. في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله إيه وجيه. واضح كده؟ هذا أمر غريب، ومع ذلك من اللي رواه أو من اللي قاله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا ترد الإسرائيليات لمجرد الإيه؟ الأمر الثاني إن إحنا قلنا إن الإسرائيليات دهيت لو كانت مخالفة للشرع يبقى إحنا بنعمل إيه؟ بنردها. لو كانت مخالفة للشرع ايه؟ بنردها. خلوا بالكم بقى. هنا بيحصل اشكال. فين الاشكال اللي بيحصل؟ ان في بعض الاسرائيليات امور بتثبت اشياء للانبياء. امور بتثبت اشياء للايه؟ للانبياء. والانبياء دول بيتعلق بهم مسألة اسمها مسألة الايه؟ العصمة. طبعا العلماء كلهم اتفقوا ان الانبياء ما بيقعوش في الشرك، يبقى ده طلع بره الايه؟ بره الحسبة. واكثر العلماء ان الانبياء لا يجوزون عليهم او لا يجوزون منهم وقوع الايه؟ الكبائر، فده برضو كيطلع بره الحسبة عند من يقول بذلك اللي هم اكثر العلماء. يجي بقى عندنا اشكال في مسألة الصغائر. في مسألة الايه؟ الصغائر. فبعض العلماء ذهب ان الانبياء لا يقع منهم الصغائر، وبعض العلماء ذهب ان الانبياء يقع منهم الصغائر. لو احنا نظرنا يعني بغض النظر بقى عن المشكله الاعتقاديه اللي هي دي بحثها في مجال اخر، لو احنا نظرنا ما هنلاقيش حد من السلف قط توقف كما قلت لكم، حد من الصحابه ولا التابعين ولا اتباع التابعين توقف في اثبات بعض هذه الامور للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هو ده مراد الشيخ. فهمت الفكره؟ يعني الفكرة إن إحنا عندنا مشكلة متعلقة بإثبات بعض الصغائر، وقوع بعض الصغائر من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فجه بعض العلماء يعمل إيه؟ ينفي أي إسرائيلية يرد فيها إيه؟ يرد فيها إثبات صغائر الأنبياء. بينما لو إحنا نظرنا إلى تفسير السلف اللي هو من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، سنجد إن ما فيش حد منهم نفى تفسير الآية بما يثبت وقوع الصغائر من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ لأن ده أمر عقدي تأخر. إحنا مش عاوزين ندخل في المشكلة، لأن مشكلة كبيرة، هي مشكلة بحثها يطول. لكن أكتر واحد هتلاحظوا عليه الأمر ده هو لو أنتم بتقرأوا في كتب التفسير هو الرازي، الإمام الرازي رحمه الله تعالى. الإمام الرازي بيرد كتير من الإسرائيليات بدعوى إن هي مخالفة للإيه؟ للعصمة. فلازم احنا نحرر اصلا عندنا مفهوم العصمه علشان نقدر نحكم على كلام الرازي رحمه الله تعالى، على كلام الامام الرازي رحمه الله بالصواب او الايه؟ او الخطا. بل انا قلت لكم شيخ الاسلام تيميه نفسه رحمه الله رد الاسرائيليات في قصه يوسف عليه الصلاه والسلام. والغريب ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله رد هذه الاسرائيليات بان هو يعني إن ده لا يمكن أن يثبت عن يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهو له وجهة نظره رحمه الله تعالى، وإن أخطأ فيها لمخالفة مين؟
مخالفة السلف، مخالفة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضوان الله تعالى عليه. واضح يا سيدي؟ تمام كده؟ واضح يا اخوانا ولا محتاج ان احنا نشرحه؟ قال ولما كان امر الشرائع واضحا لا يلتبس على احد. طيب ده خلاص. ومثل هذا فقد يقع منازعه لهم في بعض ما يدعى فيه انه يخالف الاعتقاد، مثل عصمه الانبياء. والعصمه لفظ محدث ليس من الفاظ الشرع، لذا يلزم فيه الاستفصال. يقول الحبر تقي الدين تيميه رحمه الله: والألفاظ المحدثة فيها نوع إجمال واشتباه ونزاع، ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرد وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وقد يضطرب في معناه، وهذا أمر يعرفه من جربه من كلام الناس. وقال ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قوله، إما أن يقولوا بالعصمة من فعلها، وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليه، ولا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم فيه، معصوم أن يقر فيها على خطأ، فإن ذلك يناقض الرسالة ومدلول المعجزة. يعني ده طبعا متفق عليه، إنه أي نبي معصوم فيما يتعلق بالتبليغ. هل معصوم ابتداء إنه هو أصلا ما بيقولش غلط أصلا، ولا معصوم من الإقرار؟ دي مسألة تانية، لكن الفكرة إن ده متفق عليه. إلى أن قال واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفين نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه. قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب، وربنا قال كده: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وإيه؟ وهذا واضحة هي. فواحد يقولك لا، ويفضل يدعي ان الايات ديت مؤوله بمش عارف مخالفه الاولى، وان حسناتي مش عارف المقربين، كلام كده ايه كما قلت لكم، بحثوا في موطن اخر ورفع درجاتهم بذلك. وقوم افرطوا في ان ذكروا عنهم ما دل القران على براءه منه، واضافوا اليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها. وهؤلاء مخالفون للقران، وهؤلاء مخالفون للقران. ده الميزان يا اخوان، ده الميزان، ميزان بالقسط، ميزان العدل، ان الواحد هو بيرتبط بما دل عليه الوحي. وذلك احنا زي ما احنا بنقول اهو، حتى شيخ الاسلام رحمه الله اللي هو بيقرر هذه الفكره، احنا نقول ان هو اخطا. ليه؟ لان الميزان عندنا، الميزان عندنا مش شيخ الاسلام ولا الامام الرازي ولا الامام الغزالي ولا فلان ولا فلان. الميزان عندنا اللي احنا بنزن به صحه الاقوال وضعفها هو السلف. السلف لما اتفقوا على تفسير القران يبقى ما حدش يخالف. طب ابن تيمية خالف يبقى غلطان ببساطة، طب الرازي خالف يبقى غلطان. وهو ده فكرة الميزان، لأن ما فيش حد معصوم، يعني ما فيش حد معصوم. وهي فكرة الميزان كما هو، زي ما شيخ الإسلام بيقول: ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط، مهتديا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال النحاس، أبو جعفر النحاس، وأبو جعفر النحاس ده هو رحمه الله تعالى ورضي عنه، من أكثر العلماء، من أكثر علماء اللغة اللي كتبوا في معاني القرآن تأثرا بالطبري. ودي معلومة مهمة انتبهوا لها، أبو جعفر النحاس من المتأثرين بالإمام الطبري رحمه الله تأثر جيد. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه، خلوا بالكم بإيه؟ برأيه، أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يهم بها. وانا قلت لكم قبل كده ان في احد العلماء المعاصرين ربنا يحفظه ويبارك فيه، هو من العلماء والحفاظ واهل الفضل والعلم، يعني ما علينا، دي حاجه ودي حاجه. قعد نص ساعه تقريبا بيشرح في هذه الايه: ولقد همت به وهم بها لولا أراد برهان ربه. وطار بها الناس، كلام بقى في اللغه رايح وجاي، وكلام حفظ وشعر، وراجل ما شاء الله من يعني من 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 افاضل الناس وعلماء المسلمين، لكن كل كلامه غلط ببساطة. ليه غلط؟ لأنه خلف السنة ببساطة كده. يعني أنا لا أنظر أصلا في كلامي في اللغة، ولا أعتبر أصلا مثل هذا، يعني لا أعتبر مثل هذا النظر أصلا من أصله، لأنه أنت حطه قصد ابن عباس، ابن عباس ده هو اللغة أصلا، فأنت حطه قصد ابن عباس ولا الصحابة والتابعين دول، يعني يروح فين؟ يعني هو هيروح فين؟ إن هو يقول إن هو خالف اللغة. طب يعني مين اللي هيخالف اللغة؟ ما هو الواحد لازم يكون عاقل. هو بيقول إيه؟ الفكرة إن أنت بتقول هو خالف اللغة، مين اللي خالف اللغة؟ ابن عباس هيخالف اللغة يبقى مفيش لغة، ولا ابن ولا ولا ولذلك اسمه الحافظ ابن حجر
رحمه الله تعالى ورضي عنه في فتح الباري لما ذكر استشكال ابن التين على ابن مسعود في قوله ناسا من الجن، فقال ابن حجر وليت شعري على من يعترض. هو بيقول له ده مش موجود في اللغة، فابن حجر بيقول وليت شعري على من يعترض، وبيعترض على ابن مسعود. يعني انت بتقول ده لغة مين؟ ده ابن مسعود غزالي راجل، يعني ما فيش، يعني هو ده اللغة نفسها، اللغة احنا بناخدها من اللي زيه. فما ينفعش يا اخوان، السلف لابد ان يعرف اقدار السلف، وان ما فيش واحد يجي يقول لكم او يقول في اي محفل من المحافل ان ده مخالف للغة ويكون ده قول السلف رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال يذهب الى ان الكلام انقطع عند قوله ولقد همت به، قال ثم استأنف فقال وهم بها لولا ان راى برهان رب، يعني يقول ولقد همت به هي وهم بها لولا ان راى برهان ربي، وما حصلش منه الايه الهم. قال بمعنى لولا ان راى برهان ربي لهم به، واحتج بقوله ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، وبقوله واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في انه هم بها، وهم اعلم بالله وبتاويل كتابه واشد تعظيما للانبياء من ان يتكلموا فيهم بغير علم. شوف الميزان، ميزان العلم. قال ابو جعفر وكلام ابي عبيد هذا كلام حسن. قال ابو جعفر مين يا عم الشيخ اشرف؟ ايوه احسنت، قال ابو جعفر يعني النحاس. قال ابو جعفر وكلام ابي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل الى الهوى، والذي ذكر من احتجاجهم بقول ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب لا يلزم لانه لم يواقع المعصيه، وايضا هو هم وحصل منه الهم لكن لم تحصل منه الايه المعصيه، وايضا فانه قد صح في الحديث ان جبريل عليه السلام قال له حين قال ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كذا، قال ولا حين هممت، فقال وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. وكذلك احتجاجهم بقوله واستبق الباء وقدت قميصه من دبر لا يلزم لانه يجوز ان يكون هذا بعد الايه بعد الهموم. وقال الحسن، شوف بقى الميزان نفهم ازاي. طيب قال إن الله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بها، ولكنه ذكرها لئلا تيأسوا من التوبة. والمقصود أن العصمة تحتاج إلى تفصيل وبيان، لأنه قد يدعى ما ليس من العصمة منها، وهذا لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي بعضها لما أثبته الله لأنبيائه. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى ده ما يتعلق بما ذكره الشيخ حفظه الله. وبعدين الشيخ بعد كده أصلا هيجيب المذاهب، أيضا مذاهب الناس في الاستدلال بالإسرائيليات وضوابط الاستدلال بها، وده إن شاء الله سنأتي عليه في المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم فضله، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في العلم النافع وفي مثل هذه المجالس، وأن يرزقنا الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.